بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي الطالبات، برحب بيكم وطاب صباحكم وعام جامعي سعيد عليكم إن شاء الله يكلل بالنجاح في نهاية الفصل الدراسي. سنتقابل من خلال منهج بالاسم، اسمه عندك كده واضح، مناهج وطرق تعليم الأطفال التوحديين اللي هم ذوي الاضطراب الذاتوي. ومن هذا الاسم للمقرر لابد أن نتعرض أولا للمناهج التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة، يعني لابد أن احنا قبل أن ندخل في المناهج خاصة بالطفل ذو الحالة الخاصة ذوي الاحتياجات اللي هو الذاتوي، برضو لازم نمر على ما هي المناهج التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة. دائما بنجد ان السنوات الاولى من حياة الطفل بتكون حرجة جدا للتعلم. وليه؟ لان فيها بناء الشخصية، وبالتالي فان مسؤولية بتقع بقى مسؤولية كبيرة جدا على عاتق الاشخاص المعنيين بتعليم ورعاية هؤلاء الاطفال الصغار. ممكن قوي بحكم طبيعة عملهم بتتطلب منهم امتلاك المهارة والتدريب، إبداع، ذكاء، الكثير من الطاقة. إضافة لذلك فإن العمل بيكون مع الأطفال الصغار في حد ذاته مغامرة عظيمة طبعا، لأن إحنا الأطفال دول لابد نكون طوع ليهم، نلبلهم رغباتهم واحتياجاتهم في ظل برضو سياق تربوي وتعليمي، ممكن عن طريق حبه ليكي واقتناعه بالمعلم اللي بيقابله أو في البيت إذا كانت الأم، لأن بنكتشف كده من أول مرة إيه الطفل ده عايز إيه، ميوله، رغباته، قدراته، فلا بد أن يكون هذا تحت عينينا. لكن الحقيقة بيكون تحت عينينا ونلبي له كل ده في ظل سلامة وحماية له. أهم حاجة سلامة هذا الطفل وحتى سلامتي أنا يا كبيرة اللي إحنا بنحتك بالطفل، لأن طبيعي أنا محتك بيه وأنا على قدر كبير من السلامة وحمية نفسي برضو هو أحميه وأتقي أي شر يجيله من أي شيء، سواء مني لو أنا مريضة، سواء من البيئة اللي إحنا قاعدين فيها البيئة التربوية، أي مخاطر لازم أأمل له كل هذا عشان يبقى الطفل هنا أنا بصونه وهو بيحب أنه يتواجد في هذا المكان، سواء كانت الروضة أو الحضانة إلى آخر، أو إذا كان مركز للأشخاص ذوي الاحتياجات. بنتعلم كيفية التخطيط لأنشطة الأمينة دي، وبنراعي فيها طبعا المراحل النمائية والسلوكيات المتوقعة. ويجب علينا ان احنا بنستعرض في حالة اي طارئ او حدث يحصل مفاجئ ان يكون احنا عندنا من الحلول وامكانياتنا ان احنا نقدر نقضي على هذه المشكلة. من ايضا بننصح به ان احنا بنتعلم الممارسات الامنة حينما نصطحب اطفالنا الى اي نزهة او زيارات ميدانية، وكذلك توفير البيئة الامنة خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات. أي مسؤول عن رعاية الطفل حتى من أول، يمكن أنا حمر معاكي كده ناخد السن من أول الولاء ما هو طفل عمره لسه أيام حتى نصل إلى المرحلة العمرية المقصودة، بنراعي عند الرعاية لغاية من أول الولادة حتى عامين إن احنا نحافظ على نظافته ونوجه انتباه كافي للأشياء أو الأساس اللي هو ممكن يؤذيه، حاجة تقع عليه، أشياء صغيرة ممكن يضعها في فمه، كل ده نسيطر عليه، نخلي له، نوفر له مساحات أو ساحات خارجية لها أسطح ملائمة يمكن الطفل أنه يحبو عليها، تكون مفروشة بأي ماتيريالز بس تكون ناعمة نظيفة، عشان إذا هو مرحلة الحبو دي في حياته ضرورية
فعشان ما يبقاش فيه أي سحاجات في جسمه فيكون آمن هذا المكان. بوفر له ألعاب ممكن قوي وهو ماشي، أعلمه بقى بداية المشي طبعا قبل سنتين، لغاية سنتين بيبدأ بقى يكون ماشي، مساحات واسعة، حاجة يسند عليها لكنها آمنة، ممكن يمشي بحاجة قدامه يسعى إلى دفعها بأمان وبطريقة سليمة من غير أن يصطدم بأي شيء آخر. دي كلها بخلي بالي منها لأن دي مرحلة الحبو وبداية المشي والاتزان المؤقت. يعني هو طبعا في بداية اتزانه حينما يقف ومتزن ينطلق إلى المشي، المشي بتبقى فيها بعض الشيء من الخلل، يعني ما بيبقاش متزن كاملا، لكن بعد كده بيبدأ الاتزان يزيد عنده. في العام الثالث أأمل له المناطق الداخلية والخارجية عشان أتأكد من عدم وجود أي أخطار، إذا كانت أدوات، دبابيس، ورق طبيعي بيجرح إيديه، زجاج، زوايا طاولة اللي هي المنضدة ليها بتبقى حادة، رفوف غير ثابتة لو سند عليها، سجادة ممكن لو مشي عليها تزحلقه، دي كلها منافس كهرباء غير مغطاة، دي لابد من تأمينها لأن هو بدأ بقى يتحرك ويكتشف ويدخل من هنا سن ثلاثة، دي سن اكتشاف وتحركته كثير، فتزيد السلامة ويزيد الأمان. بتيح للأطفال دول إنه يتعلم إزاي يصعد وينزل الدرج، إزاي يقفز، التسلق، التعلق، رمي الكرات، إزاي يتحكم في مسكها، أشياء كثيرة، ودي مجموعة من المهارات الطبيعية اللي هو بيمارسها. فيش طفل ما بيحبوش يمشي، يجري، يتسلق، يتعلق، يتزن، دي كلها مهارات طبيعية، لكن أنا بوفر له الأمان وبوفر له الطريقة السليمة علشان لما يقوم بيها تبقى على أكمل وجه وتفيده فعلا. لأن هنا الطفل كمان بعتني قوي بقوامه في هذه المرحلة، يقف كويس، يقعد جلسة سليمة علشان أحافظ على الانحناءات الطبيعية للعمود الفقري ووضع الرأس، وده طبعا بيخدمني في المراحل القادمة بعد هذا. بعلم الطفل الصعود والنزول بأمان، ما خلوش يجازف في أي حاجة في أي نشاط، بيستخدم العضلات الكبيرة في الأول، يعني ممكن أو يمسك الكرة يفتح الذراعين وياخد كرة كبيرة، لما يكبر شوية أصغر الكرة لأنه هيستخدم أصابعه ودي أكثر دقة بتبقى. بيتعلم الممارسات دي كلها المتعلقة أثناء التجارب بأمن وسلامته، بيصر هو على أنه يؤدي أشياء وما يحبش حد يمسك إيده أو يوجهه أو ياخده، لو بيعدي شارع ما يحبش الأم تمسكه، لو في حزام أمان مش عايز حد يربطه، ليه؟ لأنه هو عايز الاستقلالية، فهم نفسه أنه هو كبر، أطلع لوحدي، أنزل لوحدي، طبعا أديله فرصة لكن عيني عليه علشان أخاف لأي صدمة تجيله، ودي ممكن تخليه غير أنه هو طبعا هيبقى فيه أذى، كمان هيكره ويخاف ويحصل له حاجات مضادة. المنهج اللي أنا هتكلم عليه ده جملة إجراءات بتهدف لتنظيم نشاطات تربوية فيها إجراءات، ماذا نحدد إيه الطفل هيتعلم إيه، فيبقى فيه محتوى تعليمي أنا حط عيني عليه عشان أوصله لهذا الطفل. ففي تعريفات كثيرة ومفاهيم كثيرة للمنهج، لكن المفهوم الحديث اللي يمكن احنا بنشوفه انه شامل، بنقول دي مجموعة من الخبرات المؤسسة التعليمية بتقدمها لطفلها للمتعلم سواء كان داخل هذه المؤسسة او خارجها، وبقصد تفاعلهم معاها، وبيؤدي طبعا ده لنمو شامل متكامل في جميع الجوانب، ويتم ده في ضوء اهداف محددة مسبقا للأهداف التعليمية. ويمكن هنفسرها أكتر لما أتحدث معكم دلوقتي،
يعني المؤسسة التعليمية دي مؤسسة بتكون مناسبة للمتعلم، المؤسسة اللي يدخل فيها طفل حضانة غير المؤسسة اللي تتعدل طفل روضة وإلى آخره. فأكيد المؤسسة بتكون مبنية بطريقة تناسب المتعلم اللي هيجي لها، وده أول عنصر في العملية التعليمية. ثم بنتكلم عن سواء كانت الأنشطة مجموعة الخبرات دي هيأديها الطفل داخلها أو خارجها، لأن داخل المؤسسة يعني في قاعة النشاط المعدة بإمكانات تناسب الطفل فيها من الأدوات والتجهيزات والأمن والأمان والتهوية والإضاءة إلى آخره، فيها مجموعة من الوسائل التعليمية والخامات والمواد اللي هي هيستخدمها الطفل أثناء أداء الأنشطة بما يتناسب مع المادة العلمية أو المحتوى أو الخبرات اللي أنا حطها له علشان يحقق بها الأهداف. أهدافي إيه؟ تنمية شاملة متكاملة للطفل، يعني الجانب العقلي المعرفي له نصيب، الجانب الوجداني الانفعالي الاجتماعي، الجانب النفس حركي اللي هو المهاري. الجوانب دي التلاتة خبراتي بتكون متنوعة حول هذه الجوانب حينما تتم بعلمية وبطريقة تربوية وفي أماكنها، أكيد هتؤثر حقق هذه الأهداف وحيحصل التنمية الشاملة لهذا الطفل. المناهج في التربية الخاصة بيبقى هنا برضو المختصون في مجال التربية الخاصة بيعدلوا الأنشطة التربوية دي تحت ظروف متاحة في المؤسسات التربوية العادية، بحيث بتساعد الأفراد اللي لا يستفيدوا من الفرصة دي والأنظمة التربوية العادية من النمو السليم المتوافق بيؤدي لتحقيق الذات. التعديلات دي بتشمل عناصر مختلفة أساسية ممكن تتكون منها العملية التعليمية التربوية، زي المناهج وأساليب التعليم، الوسائل التعليمية، الأجهزة والأدوات والأنشطة التعليمية، والأبنية والصفوف، وإعداد المعلم والكوادر. كل دول لازم أراعيهم بما يتناسب مع نوعية المتعلم، فهنا طبعا بيبقى فيه شكل تاني. أما أجي أتكلم على الخبرات المنهجية، خبرات مباشرة وخبرات غير مباشرة. الخبرة المباشرة دي بتكون مقصودة، بيقصد بها المواقف التعليمية اللي بيعيشها المتعلم، بيتفاعل مع جوانبها المختلفة بجميع حواسه أو بأغلب حواسه، زي قيام المتعلم بأي تجربة بيكتشف حاجة معينة، بيشوفها بيلمسها بيشمها بيتفاعل معاها. أنواع خبرات تعليمية، وبتكون أفضل هذه الخبرات اللي بتستخدم فيها أو بستخدم فيها يستخدم فيها الطفل جميع الحواس. الخبرة الغير مباشرة موقف تعليمي بيعيشه برضو المتعلم ولكن لا يتفاعل فيه في كل الجوانب، ممكن قوي ما تبقاش مستكملة، بيتعلم حاجة من خلال حاجة قد تكون، ويمكن هنا لما بتكون الخبرة غير مباشرة بتبقى أقل في عطائها أو مخرجاتها مع هذه المرحلة. في خبرات مصاحبة، ودي مجموعة خبرات بتيجي بقصد بداخل خبرات المنهج مباشرة أو غير مباشرة، ويتعلم منها أشياء عديدة، يعني ممكن جدا أن تبقى في حاجات مرغوبة أو غير مرغوبة، في ممكن أنا على اكتشفت حاجة فبطريقة خفية أدخل خبرة علشان مصاحبة تعزز خبرة أنا عايزة أكد عليها. أي منهج لابد أن أعتني بتخطيطه، يعني إحنا لو اتكلمنا عن عناصر العملية التعليمية من المؤسسة بإمكاناتها المادية اللي اتكلمنا عليها، ويمكن ما اتكلمناش عن الإمكانات البشرية زي الإدارة، المديرة، الوكيلة، الموجهة، كل من يعمل من بشر، العامل اللي واقف على المقصف بيبيع للأطفال، الرجل اللي بيرعى الحديقة، الجنايني، المطبخ لو في حد فيه، إذا كانت حكيمة أو طبيبة،
موجودة في المؤسسة، الحارس الواقف على باب المؤسسة، كل دي العاملة دي كتلة بشرية لابد أن نضعها تحت إمكاناتنا لخدمة العملية التعليمية. بنيجي بعد كده في معلمة معدة إعداد أكاديمي متخصص مع نوعية المتعلم اللي هتقابله، لابد أن تكون معدة له إذا كان طفل عادي أو غير عادي ذو احتياجات، وإيه الاحتياج بتاعه، إعاقته إيه. أيضا منهج لابد أن يتسق مع هؤلاء المتعلمين، أنا متطلباتهم إيه، احتياجاتهم، قدراتهم، خصائصهم. هنا بضع مادة علمية بخطط لها، وكلمة التخطيط هنا دي إدارة، كيف نخطط للمنهج، لأنها بتكون طبعا ليها أهداف في خطة، قد تكون قصيرة المدى لمدة يوم، قد تكون طويلة لمدة العامين اللي بكون فيهم طفل روضة إلى آخره. في أنشطة كثيرة بتمر بي باستخدام طرائق تعليمية وأساليب، بستخدم استراتيجيات تناسب هذا المحتوى حتى يصل للطفل ويكون له تأثير. وبيظهر هنا طبعا مخرجات هذا التعلم، وأقدر أقوم بعملية التقويم النهائية التي اعتمدت على التقويم التكويني والمرحلي أثناء الأداء. حينما نصمم برضو منهج بتكون العملية بتؤدي إلى وضع إطار للمنهج ده، بيتضمن عناصره والمعايير والإجراءات التنظيمية الخاصة بكل جزء. يوجد شروط لتصميم الجيد، يعني يجب أن نراعيه عند التصميم، يستجيب التصميم لحاجة الطفل وخبرات المعرفية والحركية والانفعالية، بيكون محتوى التصميم بيعتني أو يرتبط بالمشكلات اللي بيعاني منها الطفل، سواء مشكلات اجتماعية حياتية بتاعته، دي لابد أن أرعاها. حينما أنفذ هذا المنهج بتكون عملية التنفيذ بدرجة رئيسية بتطبيق المنهج، والمعلم هنا بيقوم بعملية طبعا تنفيذه في مرحلتين، قد تكون مرحلة التنفيذ الجزئي بداية، ودي بتأتي بعد مرحلة لما أعد وأصمم التصميم المباشر، وفيها بيقوم المعلم بتنفيذ التصميم اللي أعده على عدد محدود من الأطفال ويتأكد مدى صلاحية التصميم على تعلم الأطفال. يبقى هنا تأكدت من أن التصميم جيد، ويمكن ده زي ده يعني مجس أو سياق الموضوع فيه، بيبقى حاجة قبلية تطمئني على جودة التصميم. مرحلة التنفيذ الكلية، ودي طبعا بتأتي بعد مرحلة التنفيذ الجزئي، والمعلم هنا بيقوم بتنفيذ التصميم على كل الأطفال، ويكون التصميم وفقا لخطوات تنفيذية محددة، وهنا تبقى كل خطوة بنراعي ان احنا نقوم بعملية تقويم لها في كل مرحلة لئلا نقع في اخطاء متراكمة لا نستطيع اصلاحها. لان عملية التقويم يعني دائما التقويم بنقسمه برضو مرحلتين كده في حياتنا، التقييم ثم التقويم. تقييم انا برصد الحالة على ما هو، ايه اللي وصلت له، حققت ايه، بيظهر لي في هذه الخطوة ايجابيات وسلبيات. الإيجابيات تعزز، وأكيد ده صدرت هذه الإيجابيات نتيجة في فرص وإتاحة وصلتني لهذه الإيجابية في أي خطوة من الخطوات. في مواقف ضعف أيضا حددها، أي خطوة من الخطوات عند التصميم أو التنفيذ كانت الضعف لها، وأحاول إن أنا أعيد تاني إعادة لها بطريقة أخرى، استخدام استراتيجية أصلح، أدوات، طريقة، تفاعل، استخدام وسيلة تعليمية تسهل علي. الشيء دايما السلبي بضع له حلول لإنجاحه، ما بتبقاش بقى لو خاضعة لتجربة واثنين وثلاثة أضيع بها وقت، أضع إيدي على السلبية وإزاي أصلح. في المرحلة دي أنا بحدد هنا، حينما حددت وقيمت الوضع الحالي
ظهرت لي قوة وظهر لي الضعف، فأقدر أعزز هذه القوة والضعف، أشوف إيه المخاطر اللي وقعتني فيها وأتفاداها. وعملية تقويم المنهج برضو لو مشينا بتقويم جزئي وتقويم نهائي بتكون أفضل، علشان أؤكد هنا ممكن قوي وأنا أثناء ما بعمل تقويم جزئي بحط مدى فعالية عنصر أو أكثر من عناصر المنهج زي الأهداف والمحتوى وأنشطة التعليم، دي بتتم ليها تقويم أثناء التنفيذ. في النهائي فيها بحدد مدى فعالية المنهج بوجه عام، إيه اللي حصل كله، مخرجاتي إيه. لكن أنا لو بنيت على تقويم مرحلي وتكويني وجزئي أكيد في النهاية هتبقى أصل لنجاح أعلى من لو أنا تركت العملية في الآخر تقويم نهائي. أيضا لابد أن أضع في الاعتبار المعايير لاختياري محتوى المنهج. أي خبرة تعليمية لابد أن احنا طبعا بنراعي فيها خصائص الأطفال، خاصة لو الطفل ذوي احتياجات، أشوف النمو العقلي اجتماعي الانفعالي الحركي الجسمي طبيعة المرحلة اللي بيمر بيها، علشان أنا حينما أراعي الخبرة التعليمية تراعي هذه الإعاقة، أي مشكلة أو أي طفل ذوي احتياجات بيبقى له نظام، يمكن حتى احنا بنشوفها فردية شوية، لأن ممكن واحد في حاجة أكتر من التاني. أحاول بقدر المستطاع قبل ما أبني خبرتي التعليمية أشوف الإعاقة، أشوف إيه اللي ناقصه وأعوضه عن طريق هذا المحتوى، لأن أنا بيه بخفض نسبة هذا هذه الإعاقة، أثبتها الأول وده نجاح، كلما خفضتها بقى نجاحي أكتر، النسبة اللي أنا بخفض بيها حتى أصل. إحنا ما بنقولش في إعاقة بننهيها تمام، ولكن على الأقل أخليه يواكب المجتمع اللي هو فيه، يتعامل معاه، يقوم بأنشطة بقدر إيه، أحرك فيه أشياء هو ما كانش قادر يستخدمها في جسمه أو في تصرفاته، دي كلها عن طريق المحتوى بتاعي اللي بيدي فعلا قيمة لهذا، وأستطيع أن أتواصل مع الطفل المعاق. فبتدور دايما موضوعات المحتوى حول المعاق وبيئته ومشكلاته الاجتماعية اليومية اللي بيواجهها أثناء تعامله مع العاديين، خاصة لو كنا احنا هنا دمجين في موقف دمج، فالطفل هنا يقدر يشوف. بيتم تنظيم المحتوى طبعا عشان أحقق مبدأ التكامل بين وحدات المحتوى، في استمرارية بشكل طبعا متراكم، في تتابع بحيث ان انا المحتوى بيبدأ من البسيط للمركب، من المحسوس للمجرد، من المعلوم للمجهول، بحقق مبدأ الشمول لجميع جوانب المعرفة والخبرة اللي تحدثنا عنها. يتضمن برضو المحتوى الأنشطة المختلفة والتجارب اللي ممكن احنا بنوصلها للمعاقين، مع الإرشاد لاستخدام الأداة، ازاي كيفية استخدامها، إجراءات آمنة على أعلى مستوى خاصة مع طفل ذوي الاحتياجات، لازم اتبعها معاه عشان احافظ هو يحافظ على نفسه، ما اسببلوش مشكله. اما يجي يقوم بنشاط احاول تكون الانشطه دي فيها مصنفه، العاب تكون هادفه وعايزه اوصل لايه، معلومات عايزه اوصلها له بطريقه يكتشف فيها نفسه، يكتسبها من خلال استخدام الحواس الأخرى اللي بيتمتع بيها السليمة عنده، وأستعيد بكل ما أقدمه عن الحاسة التي هو فقدها بحيث ما يشعرش بيها. كف بصر أنا بأعوده ده، بيشعر إن هو شايف الشيء لأني بخلي يلمسها ويسمعها ويشمها ويتفاعل معها، فيبقى هنا بعوضه جزء من المفقود. وبالتالي في معايير لاختيار أي استراتيجية تعليم لهؤلاء اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة في العموم. بربط ما يتعلمه المعاق بالمدلول الحسي له،
مربوط ربطها كمان بتطبيقات حياتية ومهنية وعملية، ده بحيث ان هو بيثبت هنا المعلومات والمفاهيم اللي بيتعلمها الطفل. بستخدم طرق تدريس وتعليم تساهم في إجراء الأنشطة المختلفة والتجارب المتعددة، بحيث أن يوضح له المعلم الخطوات اللازمة لإجراء وإيه الأدوات المطلوبة، وأحدد هنا الاحتياجات التي يجب الواجب مراعاتها عند إجراء. الطرق اللي بستخدمها والأساليب بتساهم في تحقيق التفاعل والتعاون بين المعاقين، حيث انهم في حاجة الى ممارسة العمل الجماعي، وده بيبقى ظريف جدا لما اخلي يبقى مع بعضهم في، حتى لو هم طبعا في جامعات بتبقى قليلة وصغيرة، ده بيقضي على حالة الانطواء اللي بيعاني منها المعاق. ويمكن الاطفال اللي احنا بصددها انت هتدرسي الاعاقة بتاعتهم محتاجين الجزء الاجتماعي ده قوي. بينبغي كمان ان احنا في طرق التدريس انها بتساهم في تحقيق تفاعل المعاق مع المحتوى العلمي اللي انا بقدمه له، بحيث ان هو يستوعبه من خلال تهيئه المعلم للظروف الايجابيه، وتكون ممتعه ومفرحه وبتدخل السرور عليه وايضا منتجه للتعلم. استخدام الطرق والاستراتيجيات بتكون شامله، لما تبقى شامله بتحقق لي اهداف المنهج مع الانشطه والوسائل وعمليات التقويم المستمر، وأراعي هنا الفروق الفردية بين المعاقين. وممكن جدا في ذوي الاحتياجات لما بيبقى في فروق فردية كبيرة وفي حد محتاج تأكيد أكتر أو أنشطة أكتر أو تركيز أكتر معاه، يبقى بيتاخد لوحده، وممكن قوي أزيده وأعطيه أكتر شوية من الأطفال، يعني أعزله عنه فترة ويبقى تدريبي ليه واضح علشان أوصله لمستوى الآخرين، وما يبقاش فيه الفروق الجامدة دي، ما يبقاش التباين ملحوظ قوي، في تباين طبيعي لكن ما يبقاش الفروق كبيرة. وده بيخلي المعلم يعني يديله خلال استخدام المثيرات اللفظية والحسية والإيمائية، بتشجع المتدرب أو المتعلم ذوي الاحتياجات. ايضا اثناء المهارات والقدرات لازم اعمل على تحسينها، على اوصلها يعني يبقى فيها شيء من الفهم، واستخدم المهارات دي في الحياه العمليه، ما تبقاش مهارات بعيده ملموسه هو يعني مضطر او هو محتاجها جدا. فلما نديله واديله نشاط او اوصل له اي مهاره هيستخدمها في حياته وتطبيقها طبعا هيكون بطريقة أكاديمية وبطريقة مهنية عملية، ده هيخلي الطفل يتلقاها بقيمة وتعود عليه بالفايدة العملية في حياته. يعني زي أي هو محتاج إنه إزاي يهندم ملابسه، إزاي يقفل الشميز اللي لابسه، البنت إزاي تضع في شعرها شريطة جميلة زي أي طفل. أعلمها الحاجات البسيطة دي اللي بتستخدمها، نظافتها الشخصية، إزاي تربط حذاء، دي حاجات بسيطة جدا لكنها مرتبطة بالحياة. فهنا مني بيستخدم حواسه، بيستخدم عضلات دقيقة، عضلات كبيرة، لكن في نفس الوقت بتعود عليه بالنفع، حاسس هو بيعمل حاجة نافعة له. مناهج رياض الأطفال ومناهج الروضة عادة طبعا يعني ليها أنواع كثيرة لكنها نمائية، في المنهج التكاملي، المنهج الظاهري، منهج موضوعي تقليدي، أنواع كثيرة للمناهج بيعتمد على الآراء الفلسفية، ويمكن احنا يعني نعرض بعض منها للمنهج النمائي بشيء من التفصيل شوية، لأن ده المنهج اللي تبنته وثيقة المعايير القومية لرياض الأطفال في مصر. وتعدد التعريف المنهج النمائي، فالبعض قال نوع من أنواع المناهج اللي بيتم بنمو الطفل، وده الركيزة الأولى عند تخطيط المحتوى له. وعرفته الإدارة التعليمية في فيرجينيا
ان ذلك المنهج الذي يمكن ان يتواءم مع الخصائص النمائيه للطفل الجوهري. والاتجاه النمائي هنا بيتميز بملامح اساسيه ومعايير تحكمه وتميزه عن غيره من المناهج. علشان كده احنا يجب علينا ان احنا نبني المنهج وفق خصائص الاطفال النمائيه والجسميه والعقليه والاجتماعيه والانفعاليه. من هنا يتحقق فعلا المنهج بنجاح، لان انا حطيت ناس معينه واخده الجوانب كلها اللي المنهجي هينميها مراعياها، فاكيد هتوصل له. مع طبعا استخدام الطرائق السليمه، الادوات والمعدات والخامات، مع طرق واساليب، مع تجهيز وتخطيط جيد للبيئه التربويه اللي بيعيش فيها، كل ده مع بعضه هو اللي بيوصل النجاح او بيحقق لي اهدافي، وبالتالي يبقى فيه فائده من هذا التعلم ويبقى فيه ناتج تعلم واضح. يجب ان يعمل التعليم على تنميه فهم الطفل لبيئته ومساعدته على التفاعل معها بكفاءه وفهم اعمق. محدش يعيش في مكان الا ما يبقى عارف المكان ده بكل ابعاده. كمان يجب عدم اللجوء لاستخدام اسلوب المحاضره او الشرح، لا دي ما تناسبش الطفل في المرحله دي، كلها انشطه فيها التجريب، الاكتشاف، حل مشكله، اديله فرصه انه يخمن، انه يفرض فرض، انه يجرب، كل دي بتنمي الطفل في جميع الجوانب. اللغه هي اللغه اللي بتخلي فيه تواصل ما بين المعلم والمتعلم، وما بين المعلم وأقرانه، والمعلم والمتعلم والمحيط المجتمع اللي هو عايش فيه. فلابد أن تكون اللغة واضحة، لأن دي أساس برامج الطفولة. اللغة مركز الأنشطة، بتشكل وسيلة اتصال للطفل مع الآخرين وكيف يتناقش معهم ما تم تعليمه في هذه الأنشطة الأخرى. ليه دور أساسي وبارز في نمو الطفل وتعلمه. حينما أعترف بالفروق الفرديه بين الاطفال، والهدف من التعليم تنميه القدرات المختلفه والمتنوعه لدى هؤلاء الاطفال، يبقى اذا هنا انا وصلت اني اضع الحلول واضع الطريقه المناسبه لتوصيل هذا المنهج. المنهج ايضا بيعمل على توفير مناخ تربوي منظم، بيئه تعليميه امنه، وباكد على الامان، المعلمه الجيده اللي هي معدة أكاديميا لهذه المرحلة لابد أنها تثير تفكيرهم ولغتهم، وإزاي تنميهم، وإزاي تمشي تشوف اتجاهاتهم وتقودهم، تقود أطفالها دول للاهتمام بالتعلم عن طريق البساطة الشديدة جدا، إنها تكون محبوبة هي لو في علاقة طيبة بينها وبينهم وقدرت توصل لهم هتحقق كل هذا. لكن لمنهج اللغة ليه ملامح، يعني أي نشاط لا يمكننا إدماج اللغة بيه، فيعني أنا ما أقدرش أقول إن النشاط ده ما هواش بيوصل أشياء كثيرة للطفل، بالعكس ده هي دي اللغة اللي أنا أستطيع أن أوصل نفسي مع الطفل أو المعلم والمتعلم مع بعضهم، عشان دي فرصة عظيمة جداً أعلمه كل شيء بهذه عندي وسائطي. عايز أعلم الطفل قراءة وكتابة، ما يعني إحنا قلنا من فترة زمنية طويلة إنه الأنشطة في سن 4 سنين و5 سنين حتى سن السادسة، وما يمسكش قلم. يمكن في العصر الحديث بعد ما أصبح الطفل بيضع يده على الماوس وبيحركه وبيقعد قدام الكمبيوتر وماسك التابلت وماسك الموبايل، بقى فيه تغير، الدنيا اتغيرت شويه، بقى فيه تحكم. انا بعده طبعا للقراءه والكتاب، حتى لو في نهايه المرحله في رياض الاطفال هيستطيع انه يمسك القلم يعني بطريقه جيده، لكن قبلها اعده لهذا، والقراءه اعده لهذا. فهنا لكن انا عندي كثير من الانشطه متعلقة باللغة أربطها بيه عن طريق النشاط الموسيقي، أوصل له اللغة، لأنه ممكن قوي
مقطع من الكلمات الذي يهدف إلى قيمة، حاجة إيجابية عايز أعلمها له، ممكن أو بيغنيها برتم معين بإيقاع، يستخدم هو الإيقاعات المختلفة بالوسيط البسيط الموسيقي، أدوات الإيقاع زي المثلث الكاستانيت الدف، ويبقى هيتحدث، هيغني، هينطق الكلمة، هيتقن النطق، هيدخله كلمات جديدة وزيد من الثروة اللغوية في هذه الفترة. أكيد دي لغة عن طريق نشاط موسيقي. أنشطة التمثيل والدراما، ودي طبعا أنشطة نؤكد عليها، الطفل بيشوف ممكن أو الحكي عن طريق المعلمة باستخدام وسائط كثيرة لعرضها لأي دراما، استخدام عروسة القضيب، عروسة إصبع، عروسة القفازية، ممكن أو عن طريق خيال الظل، التمثيل الجسدي ممكن أو بالأدوار وتوزيعها عليهم، في أشكال كثيرة. أنا حكيت كمعلمة القصة وأبدأ أستعيد مواقف، كل طفل هيحكي موقف عجبه منها، شخصية هيتكلم عنها، هخليه إزاي ينطق، إزاي يتكلم، إزاي يكون جملة سليمة. الأول بيقول كلمة، كلمتين يكونوا جملة صغيرة، جملة بقت أصبحت من ثلاث كلمات، يتعود على هذا، إزاي يصيغها، إزاي يتكلمها، ينطقها صح، أصحح له، أدخله كلمات زيادة جديدة لاستخدامها، دي أيضا علمه اللغة وبعده للقراءة والنطق السليم والكلمات الزيادة والمصطلحات اللي أدخلها وتكوين الجملة. أنشطة العلوم، حينما الطفل يقف في مختبر صغير على مستواه بالإذابة، بالطفو، بيشوف جاذبية، بيرى تحت الميكروسكوب حاجة، الفراشة الجميلة، بيشوف ألوانها، بيشوف ورقة الشجر وتقسيمتها تحت برضو العدسات المكبرة، التحنيط، أشياء كثيرة في هذا الركن، بياخد معلومات جديدة، بيقدر هو يقول شايف إيه. أيضا الأنشطة بعد الأنشطة العلوم ممكن قوي ركن الفن، الأنشطة الفنية، النشاط الفني فيه الطفل يا إما بيرسم، بيلون، بيعجن، بيستخدم المجسمات، بيكون حاجة معينة، دي كلها فيها معلومات. أيضا يعني بنختار إزاي الطفل يعمل في جماعة في هذه الأنشطة. الطفل هنا لما يشتغل في مجموعة هيتحدثوا، هيبدأوا كل فكرة بيقولوها، بيبقى فيه خبرات متبادلة بينهم، تواصل بينه وبين زمايله. هنا اللغة أيضا بيعوده كيف يتحدث، وهو غير نهينا عن أن الركن ده بيعلمه تناسق الألوان وترتيبها والاختيارات، فيها الخرس، فيها اللضم، فيها التوافق ما بين العين والإيد، فيها بيعرف أطوال الخيوط، أحجام الخرز اللي بيشتغلوا، معلومات، وفيها ثراء في هذا الجزء، يمكن بيتعلم فيها أشياء كثيرة جدا، ولكن هي عن طريق الفن. فإذا هنا الفن وسيط لتوصيل كل المعلومات اللي أنا عايزها، سواء كانت علمية ورياضية، من أعداد وتسلسل العدد والكبير والصغير، غني جدا هذا الجزء أو هذه الأنشطة الفنية. أنشطة رياضية كانت رياضة منطقية، فيها العد، فيها الشكل، فيها الحجم، فيها الوزن، أو أنشطة حركية أيضا من خلال الحركة ومن خلال اللعب ومن خلال القصة الحركية اللي الطفل بيشوف فيها معلومات وبيسمع معلومات كثيرة ويتفاعل معاها بالحركة بجسمه، ففيها تنمية شاملة للجسم وللأجهزة الفسيولوجية، وتوافق ما بين كل أجزاء جسمه واعتدال لقوامه، وفي نفس الوقت وصل له مفاهيم ومعلومات كثيرة أثناء الحركة واللعب والقصة الحركية.
طبعا في تجهيزات كثيرة في المكتب، إعداد المكتبة، إزاي يشوف الصور، إزاي يشوف قصة ملونة، هو يتحدث عن صورة موجودة يعبر عنها. ممكن قوي المعلمة تجيب كتاب، تجيب ألبوم، تجيب صورة، تجيب قصة صغيرة وتحكيها وتخلي الطفل يعيد هذا الحكي بطريقته. وممكن ما تحكيش وتبدأ بيه توجي له هذه الصورة أو الألبوم وهو اللي يتحدث، وتساعده في الكلام ويضيف عليه الآخر، وكل طفل يقول جملة، وده بيخلي عنده تركيز وانتباه، وإزاي ونطق سليم للجملة وتكوين جملة. فهنا اللغة أيضا بتاخد شكل أكتر عن طريق اللوحات، عن طريق البطاقات، عن طرق الحقيقة كثيرة جدا. ولكن أنا ما بديهالوش لغة بطريقة جامدة، لا، ده من خلال كل الأنشطة اللي يميل ليها ويحبها وعايز يقوم بأدائها، وأنا أقدر أوصل ما أريده من هذا. ممكن أو بنلخص تجارب الأطفال، فالمعلمة مثلا تعرض فكرة، وقد نقول هنألف كتاب ونلخص كل التجارب بتاعتنا وأنشطتنا ونحطها، عشان احنا هنعمل كده كتاب صغير، كل واحد يقول تجربته، كل واحد يقول حاجة، كل واحد يجيب صورة، ونحط صورة فوتوغرافية لكل واحد في صفحته، وهيعمل ايه، دي رسوماته. يعني اقدر اقول زي البورتفوليو، لكنه مشترك فيه كل الاطفال. وممكن قوي بعمل هذا البورتفوليو اللي هو ملف الانجاز لكل طفل على حدة، ويضع فيه اللي انا بتكلم فيه ده، هيديله ايضا حماس ان هو يزيده، وعايز ان هو يرتقي كل يوم في بتجاربه اللي يثبتها في هذا الملف. الانشطه اللغه بتشمل مدى واسع، وممكن قوي ان تنتشر في الاركان المختلفه في الغرفه. ما في ركن في اركان الموجوده داخل قاعه النشاط، وهي اللغه اساس. موسيقى زي ما قلنا، فن، رياضه، حركه، جميع الاركان. الركن الاسره بما فيه من ادوار، كل واحد بيعبر عن الدور بتاعه، بيمثله، بيلبس له ملابس تعبر عنه ويتحدث عنه. فبهنا بينطلق، بيتكلم الطبيب، يتكلم بطريقة الطبيب، الشرطي، البائع كذا، المهن المختلفة، النجار، السباكة، الكهربائي، كل دي ألعاب تمثيلية يعبر الطفل فيها عن نفسه، وتبقى فعلا دي تعبير وجمل متزنة واكتساب لغة، والطفل يسمع من طفل آخر وأيضا يردد هذا. فتجهيز المكتبة، مكتبة الروضة، وتجهيز مكتبة القاعة داخل الروضة، كل قاعة بتاخد مجموعة من القصص عشان فيه نشاط قصصي، ده بيدي ثراء للغة وبيدي ثراء للمكتبة للداخل. يعني أنا ممكن قوي دائما أمد الطفل من مكتبة الروضة العامة، يخرج مجموعة من الأطفال مع المعلمة ويختاروا بعض الكتب والقصص لمكتبتهم داخل القاعة، ونبدلها كل فترة زمنية علشان يبقى مطلعين على قصص مختلفة كل يوم. وأنا زي ما قلت إن ركن الأسرة من الأركان الأساسية، لأن فيها الدراما وفيها التمثيل، واللعب هنا بيعبر عن ما بداخل الطفل. ده ممكن جدا العلاج بعض المشكلات عن طريق ما يعبر به الطفل في الدراما داخل هذا الركن، ولأنه متضايق من شيء بيعبر عنه. ممكن تلاقي طفلة بتضرب عروستها، ما تعمليش كذا، تكون هو كذا، ده هي عاملاه والأم عاقبتها، فبتبين هذا الموقف، وتبين حنو الأم حينما تحنو عليها وتبوسها، تبوس عروستها وتراضيها. كل المواقف دي التمثيل البسيطة لو عيني عليها هكتشف أشياء كثيرة في أطفال. المعلمة هنا أما تجهز خامات كتير وتضع تخطيط جيد للأنشطة بتاعتها،
والمده الزمنيه اللي هي هتاخدها، وكيف تتعامل مع هؤلاء الاطفال ومع ما تعده من اشكال ومن واجسام ووسائل تجذب الطفل، ده هيوصلها فعلا الى نجاحها وتحقيق اهدافها. يعني في الرياضيات علموا ازاي يصنف، والاحادي والتكتيب والعد والفراغ والشكل والحجم والقياس من خلال الرياضيات بطريقه بسيطه جدا من خلال انشطه كثيره جدا. يمكن لو ما فيش متسع ان احنا نحكي انشطه كتير من كل حاجه، لكن انا بعلم الطفل ده. في الحركه لازم الطفل يعرف اجزاء جسمه تكوينه ايه، فين اليمين وفين الشمال، فوق وتحت، امام وخلف، بين حول. ليه؟ علشان ده الفراغ المحيط له. حينما يقوم بحركه فمحتاج في هذه الاونه ان يستخدم هذه اجزاء جسمه بحيث ان هو ما يتخبطش في حد وفيه يبقى امان ويقدر يؤدي الكلام. دي لابد ان يعرف الفراغ المحيط كيف يستخدمه، ازاي الحركه بتاعته تكون مبنيه على السرعه المناسبه لادائها. ممكن جدا عشان استغل طريق قدامي، ايه هي السرعه اللي حجري فيها، امتى اتوقف، وهنا بعلمه التحكم عند التوقف، ازاي يتحكم في جسمه، لان بنسميها الفرمله، يوصل لغايه درجه الصفر عشان يبقى فيه امان له. الحاجات دي ما كانتش المعلمه تعلمها له بطريقه بسيطه، هو دي حياته، هي دي التعاملات. بنجد ناس كبار يمكن مش طفل، يمكن وصل سن بعد الطفوله ويمشي خبط، ما عندوش الجزء ده التحكم، ما تعلمهوش وهو صغير. فده ان احنا بنخلي بالنا، ودي في الرياضيات لما بعلمه ازاي يقدر يحط حدود، مسافات، اشياء، جسمي فين، ايه الفراغ المحيط بتاعي، انا اجزاء جسمي دي تتحرك فين. الزمن لكل اداء، في حركه تاخد زمن طويل، في حركه تاخد قليل، زي حتى النطق في الكلام، كلام في مد، كلام على طول. الاطفال اللي تاكل الحروف مع بعضها ما تبقى الزهره، ما تعودش ازاي كيف ينطق، ازاي الزمن اللي هو الصوتيات، هنا صوت الكلمه، صوت الكلمه بنطقها السليم. في الرياضيات بيتعلم التصنيف والترتيب، وده يمكن لما كنا في ركن الفن قلنا بيصنف، يحط الخرز الكبير، يحط الالوان مع كل لون مع بعضه، بيصنف حسب الحجم، حسب الوزن، حسب اللون، حسب الايه كمان، الاطوال مثلا لو كان، الاشكال مختلفه، كل ده. فلو اتعود فيه وبيلعب وبيكون خرز هيعرف يعني ايه تصنيف. الترتيب ايضا له دور كبير، حتى هو هيبقى مرتب في كل شيء، ازاي يرتب دولاب، وازاي يرتب ادواته وهو بيشتغل بيأدي نشاط، علمه ترتيب الخامات اللي قدامه واعادتها بطريقه منظمه ومرتبه الى المكان الاولاني. دي ارجو ان احنا نهتم بيها، لانها طبعا بتبقى مهمه في حياه الطفل. الاحجام، انا برضو من خلال ما بيقوم باي نشاط بعرف الحجم الكبير اكبر من واصغر من، واقارن، وده قصير طويل. دي ايضا من خلال انشطتي، يعني انا لو انا برضو في ركن الفن الغني ده وجبت اطوال لخيوط مختلفه، خيط قصير يعمل انسيال للطفله، خيط اطول هيعمل سبحه لجدها، خيط اطول منه هيعمل عقد للام هتعمله لها، شفت اطوال مختلفه. اجيب الخرز الكبير والصغير، هنا التناسق، هتضع الطفله الكبيره في الوسط، تتدرج التسلسل، فاصغر فاصغر، في واحده تعمل واحده كبيره واثنين صغيرين تعمل واحده كبيره. بنجد الاطفال يبدعوا في هذا، بس اديهم الفرصه، اديهم ادوات،
خليها بطريقه قاعدين في جلسه تسمح لهم بالاداء الجيد، هتجدي كل ده بيؤدى وبيحقق لي الهدف. ايضا القياس من في تقييم الظواهر المختلفه كالحجم والطول والوقت والحراره باستخدام الادوات المناسبه لكل واحد، باستخدام مقاييس من خلالها اقدر احقق قياس سليم، وبالتالي الاطفال يكتشفوا مقاييس معياريه ويكتسبوا مهاره استخدامها بمعاونه المعلمه معاهم، ودي برضو ايضا بنهتم بيها تكون اكثر دقه. ومن المهم هنا ان يتم ذلك القياس في كل مجال مجاله الخاص. بجد بعض مهارات القياس دي بتكتسب من خلال انشطه العلوم، بقيس الحراره بالترمومتر، بقيس الطول بالسنتيمتر والمتر يعني، البعض الاخر من خلال انشطه الدراما، الوزن، الطول ايضا برضو بستخدم فيه اذا كنت في ركن زي ركن الاسره او ده او في بنشوف الكلام ده في ميزان، في سنتيمتر بحط متر مثبته على الحائط الطفل يشوف طوله يبقى والتاني يشوف له يقول له انت طولك كذا ويقارنوا، في بتبقى مرايه كبيره في هذا الركن يقفوا جنب بعض، انا اطول منك انا اقصر انا اتخن انا محيطاتي اعلى، يقدروا يكتشفوا الكلام ده. دي كلها انشطه لعب لكني اوصل لهم هذه المفاهيم والمهارات اللي انا بسعى لتحقيقها. في انشطه مختلفه زي العاب الرمل والماء بستخدمها في مكاييل وفي حجوم وبملاها واشوفها ودي حجم كبير وده حجم صغير، ايضا دي في محتاجها في الحياه الواقعيه وتبقى لمس. في منهج العلوم العلماء قالوا ان العلوم يعني متفرعه افرع كثيره وبيوصفوها انها محاولات كبيره لدراسات وفهم عمليات فيزيائيه بتؤثر في خبرات كثيره في الخيال، في افرع العلوم كامله زي الفيزياء البيولوجي الكيمياء. يعني طبعا هو ما بيقدرش يحدد الطفل ان دي فيزياء او ده، لكن احنا بنديله في البدايه بيتعرف عليها علشان لما يصل بعد كده يدرس فيزياء يجد ان العلم ده بيختص بدراسه كيفيه تحرك الاشياء خلال الفراغ وبزمن معين، يشوف البيولوجي بعد كده يعرفه ان ده اللي بيهتم بدراسه الوظائف والبناءات واللي بتعتبر عمليات بطيئه النمو وبتدوم لفترات طويله وليها وظائف عمليات سريعه ذات الثبات الاقل. اما بيجي في الكيمياء بيقول ده العلم بعد كده هيعرفه ده علم بيهتم بنتائج اتحاد العناصر المكونه لماده ما وطريقه وبطريقه اخرى، زي ما بجيب حاجتين مادتين مختلفتين يقوم يدوله لون جديد يكتشفه. ممكن قوي دي ببساطه بعد كده لما يدخل في الكيمياء هيجد ان هو عنده خلفية في فيدباك قبل كده في هذه الموضوعات وقد فيها أو شافها لمسها أديها بطريقة بسيطة. وبالتالي من أهداف منهج العلوم إن احنا بننمي أساليب للملاحظة، خلي الطفل عنده الملاحظة، بشجعه على استخدام حواسه، بيستخدم أيضا أخليه يحصل على المعلومات الدلائل اللي حصدها من هذا، بيتعاون الطفل في تنمية مهارات التصنيف والمقارنة بين الأشياء وبعضها، بيشوف تنبؤات يتوقع شيء من خلال أسئلة المعلمة ومناقشتها معاه إن ممكن يحصل كذا، يخمن الطفل حاجة ويشوفها هتحدث فعلا تتحقق أو لا، يبقى علمته إزاي يفرض فرض، إزاي يتنبأ على أساس من الفهم للموضوع بتاعه. الطفل هنا برضو في الفترة دي بيتواصل من خلال استخدام مصطلحات مناسبة بالإضافة لمعاونته على المناقشة، وأنا أقدر أديله خبراته عن الآخرين، بيتعاون مع الأطفال ويوصل لنتائج، وهل حقق اللي هو كان متوقعه أو لا، طب ما حققهوش ليه، فهنا بيقدر يحط نفسه إيه اللي ناقصه إيه اللي لازم كان يعمله. دور المعلمة هنا
فيما يتعلق بمعاونة الأطفال في المجال العلمي اللي أنا بتكلم عليه لازم إنها توصله للتفسير، تدفعه لإجراء التجربة، تشجعه عليها، لأن دائما التطبيق هو الثابت. مهما قلنا كلام نظري، لكن التطبيق والتجريب الفعلي بإيده وبحواسه وتشترك فيه كل حواسه وأداء فعلي، ده بيجعل الطفل المادة العلمية عنده ثابتة، المعلومة وصلت له ما ينساهاش لأنه جربها وشافها وتنبأ إيه يكون واستنتج وخد خبرة جديدة وممكن وقع في خطأ وعدله وخد تجربة حقيقية ووضع استنتاجات وتحققت. دي كلها بتثبت في العقل وما بتتنسيش، وفعلا بتبقى أساس لمرحلة بعدها أعلى لما يجي يتعلم الأمور دي بطريقة أخرى في مرحلة سنية أكبر، بيتذكر ده أو بتخدمه التكوين الأولي اللي احنا عملناه وكان بطريقة بسيطة لكنه ثبت لأنه اعتمد على التجربة والتطبيق والاستنتاج والتنبؤ والخبرة المتبادلة. المعلمة أيضا يجب أن تتفهم أن العلوم دي عملية اكتشاف وبحث، ما هيش مجرد معرفة لكن فقط أو عن موضوع معين. بتشترك مع الأطفال في محاولات بحثية، هم يختاروا مسار وخطوات البحثية دي، أخليهم يشاركوني في وضعها علشان يبقوا حاسين أن هو ده باختيارهم. في اهتمامات قد تكون تجربة سمعوا عنها وعايزين يجوا يفعلوها معايا أو نطبقها مع بعض، نحاول دمجها في ركن العلوم من خلال الأنشطة الأخرى. ممكن قوي أخذ معلومات من أركان أخرى وأدمجها مع هذا الركن، وده ممكن عن طريق دمج الأنشطة المختلفة مع بعضها. أنشطة العلوم بيئة صالحة والمكان بتاعها فعلا لأنها بتخدم مهارات كثيرة أخرى، لأنها بتخدم حياة واقعة احنا بنعيشها. الأطفال بيجوا للروضة وعندهم فضول وحواسهم جاهزة لاكتشاف البيئة من حولهم، ومن السهل على المعلمة أنها توجه طاقته نحو الخط العلمي المستخدم في هذه البحوث. بنجد مشكلة، قد تكون المشكلة في ذهن المعلمة، لكن بلاش أضعها بفرض على الأطفال. أنا ألف مجموعة من الأسئلة ببساطة جديدة حولها وأرمي سؤال وأخمن، وده لغاية ما تطلع أخليهم هم اللي ينطقوا ممكن المشكلة. وقد تكون المشكلة في الطفل جايبها فعلا في حاجة شافها في بيته، في بيته، في الشارع، وهو جاي مذعور من شيء شايف حاجة نفسه يعرفها، فتبقى هنا خدنا الموضوع وحطيناه موضوع مشكلتنا. لازم هنا حينما توجد مشكلة هيبقى في تساؤلات، أخد أسئلتي من أطفالي، أتتبع التحريات حول موضوع معين، نبقى حول الموضوع عمالين نتكلم، إيه الملاحظة اللي هنلاحظها، إزاي نجمع نتائجنا اللي توصلنا، هنجرب هنقوم بيها، هتبقى في نتائج نسجلها ونلاحظها ازاي، وهل هي حققت لنا اللي احنا حاطينه من البداية. ولازم اعرف الطفل احنا مش كنا بندور على كذا، مش كانت مشكلتنا كذا، اهو وصلنا لدي، يبقى احنا فعلا وصلنا 1 2 3. انت قول، انت ارسمها، اضعها على السبورة، اضعها على لوحة، يبقى عملنا تجربة كاملة بخطواتها العلمية الرصينة الكبيرة، لكن بطريقة تتناسب مع خصائص المتعلم اللي قدامي وحجم المشكلة وطبقا لقدراته وإمكاناتي اللي موجودة في البيئة التربوية بتاعتي. المعلمة ودورها مع التعبير الفني للطفل بيتيح أيضا، يعني احنا كلمنا عن العلوم، كلمنا عن مكتبة مكذا، أيضا لها دور في حينما يعبر الطفل في الفن. يبقى عندها مهارات أساسية اتكونت فيها هي، مهارات تخصها هي أولا، ثم كيف توظفها للطفل في
في شكل تعبير فني يعبر عنه الطفل. فدراسة الفنون واشتراك الأطفال في أنشطة الفنون يمكن لها يمكن للطفل من تعلم أساليب تعبير عن مشاعر وأفكار وأشياء مميزة للسلوك الإنساني. وممكن قوي من الهم هنا إن الطفل يتعلم الخيال، الأصالة اللي هي مصادر متجددة بتشكل التفكير الإنساني الرفيع المستوى. فالفن مثل اللغة وسيلة اتصال، وسيلة تعبير بالنسبة للأطفال الصغيرين، مرأة يعني مرئي أكتر منه لفظي، يشوفه ويتضمن عناصر الخط، الشكل، اللون، الملمس بدل الكلمات. يعني أنا بعبر بخطوطي وألواني والشكل بتاعي عن الكلمة، فديها أهداف واضحة وجلية يعني ممكن أو نعتني بيها. بتنمي أساليب التعبير المرئية لدى الطفل، أن الطفل هنا بيعبر عن حاجة هو شايفها. أعلى حاجة الفن ده، فن راقي بيبقى. طبعا الطفل في بداية حياته بسيط، لكن أنا بكتشف هنا اكتشافات لأطفال عندها خبرة وعندها إبداع في موهبة في ده. وهنا مكان الاكتشاف، الاكتشاف الباكر للمواهب للأطفال في هذه المرحلة، لأن تجد الطفل يتقن التلوين، يتقن المساحات وما يخرجش بره حدود المساحة اللي بيلونها، اختياره وتناسق الألوان، يرسم بيعبر بالرسم البسيط بتاعه ولكن خطوطه واضحة جدا ومعبرة. وممكن قوي يرسم شجر حقيقية، وش فرد تلاقيه ملامح واضحة، فده برضه يبقى استعداده أحسن من غيره، عنده موهبة في هذا. بعاون الأطفال على العمل من خلال العديد من الخامات واكتشاف، بعدد له كل ما كسرت في تواجد أو إحضار مجموعة من الخامات المختلفة الجديدة، مش كل يوم حطاله نفس الأدوات يمل، كل مرة وزيد من الخامات اللي هيستخدمها. الفن ليس فقط رسم، ليس فقط ألوان، في عجائن وأنا بحضرها له، عجائن تكون طبعا يمكن احنا ما بنفضلش البتاموزلي اللي هو الصلصال، لأنه في بقى بنخاف أن يكون في مواد تؤذي. ممكن أو المعلمة هي بتقوم بعمل عجائن في البيت بالدقيق وإضافة الألوان الطبيعية زي غلي البقدونس، الكركديه لون أحمر، بتضع ألوان شوكولات مثلا تديله لون كذا، ألوان مختلفة. فبعمل عجائن مختلفة بألوان مختلفة ولكنها كلها طبيعية، وأحفظها في التلاجة عشان لما أجيب يستخدمها تبقى ما هيش مؤذية لي. بعاون الأطفال بالطريقة دي، مرة يعجن، مرة يشكل، مرة يعمل مجسم، مرة يعمل مسطح، مرة يعمل حاجة كارت مناسبة هيزور مريض في عيد أمي يقدمه للأم، الخرز بألوانه وأشكاله وأحجامه، سبحة، نسيال، عقد، خاتم يتصرف فيه كيف ما يشاء، أشياء كثيرة جدا في ركن هذا الركن. لكن في بيظهر هنا التعاون، استراتيجية التعاونية هنا والعمل الجماعي بيبقى واضح جدا، بينمي الشعور بالإنجاز، الشعور بالقيمة، الكسب والخسارة. لما بيبقى فريق وعمل حاجة كويسة وتشجيعه ده بيدي قيمة، بيتعرفوا الأطفال على بعض، تبادل خبراتهم أثناء هذا الأداء. الأطفال بيعبروا عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الفن المرئي، وده طبعا أعلى مستوى. والمشاعر اللي أنا لا أدرى بيها لكن ما يعبر عنها وفكرته طلعت دي بتدي مؤشر للمعلمة عن أطفال. المهارات اليدوية دي حاجة جميلة جدا، لأن الطفل بيستخدم فيها الحواس كثير، فيها تركيز، فيها الملاحظة وفيها التركيز والتوافقات ما بين العين والإيد، واستخدام العضلات الدقيقة بحرفية
وبإتقان كل الحاجات دي طبعا، من يمكن مهارة يدوية بسيطة بتبص لها ايه يعني دي، لكنها لها تأثير على الطفل ونموه وأشياء كثيرة، سواء نمو عقلي، مهاري، اجتماعي، انفعالي، تعبير عن الذات، خروج طاقة معينة عنده، أشياء من هذا النوع. بنمي القدرة على الابتكار، لأنه من خلال أي أداء مهاري فبيبقى فيه ابتكارية، في إبداع في الشيء، بضيف خبراتي أنا بما يتناسب مع قدراتي على الشيء اللي أنا العادي أو اللي المعلمة حطهولي. ممكن أوي أدوات محطوطة قدام الطفل أنا متأكدة إنه هيعملها بشكل معين يختلف تماما ويطلع لي منتج أو مجسم ليس في بالي، ولكنه أبدع وابتكر من الخامات البسيطة وعمل هذا المنتج. في هذه المرحلة بنعتني بالحس الجمالي. الطفل لما يبقى عنده إحساس بالجمال وعينه تشوف الجميل وإزاي يحدده بأول شيء فيها النظافة ثم الأداء ثم التناسق ثم الترتيب، بيبقى ده في حياته شيء مهم جدا، وبعد كده المراحل اللي جاية بيستفيد منه. بنمي القدرة على العمل الجماعي ومشاركة الآخرين في الأفكار والتواصل والعمل، ده طبعا ده شيء أيضا بيديني توافق مع الحياة الاجتماعية اللي أنا عايشاها في وسط الجماعة، بيديني التعرف على أشياء يمكن خبرات جديدة أنا ما توصلت لهاش. الطفل هو الطفل، الطفل عنده استعداد يتعلم ما تقول كل حاجة، ولكن هنا المهم المنهج الذي يخطط له تخطيط سليم، الذي يبدأ بوضوح أهداف واضحة، محتوى علمي يناسب المرحلة والعمرية وخصائصها، يتناسب مع قدرات هذا المتعلم، يوفي احتياجاته ومتطلباته علشان أصل إلى التنمية الشاملة اللي أنا اتكلمت عليها. التنمية الشاملة لا أنسى الجانب العقلي المعرفي، ووصل له المعارف والمعلومات والمهارات والاستفسارات كل شيء. وهنا يمكن في الجانب ده يعني ما نبصش ان ده طفل ما يقدرش يفهم كذا، احنا بنكلم الطفل في كل شيء، بنديله معلومات في كل حاجة، بس الرك على المعلم ان هو يتخير الطريقة البسيطة، يوظف الكلمات اللي تناسب او يتلقاها الطفل بطريقة يفهمها. ابسط له الاشياء، انا ممكن احنا في بعض البحوث اتكلمت عن قصص شكسبير وظفتها الباحثة بما يتناسب مع طفل الروض وقدرت توظفها لهذه المرحلة. هل هذا في جانب عقلي معرفي ومعارف كثيرة وأدب لشكسبير، يعني أدب بقى على أعلى مستوى، لكن بالبساطة وبالترتيب وبوضع المنهجية السليمة قدرت توصلها. ممكن مكونات إدارية، في بحوث اتكلمت عن الإدارة وقلنا كيف يتعلم الطفل الإدارة. هل الطفل يخطط؟ نعم. ينظم؟ نعم. يرتب كل عناصر أو المكونات الإدارية. نقعد ونعلمه إزاي يتخذ قرار، نصنع إزاي القرار. لما نقعد في جلسة عصف ذهني، هذه هي استراتيجية، نقعد مع بعض الأطفال، نضع موضوع، نستحدث مشكلة، قد تكون المشكلة جاية من طرف المعلمة لكن بطريقة زي ما قلت قبل كده غير واضحة، مش مفروضة عليهم، هم عندهم موضوع يفجروه، ونجلس في جلسة عدد أطفال معين ونبدأ، ويبدأ الأول يتحدث ويكمل عليه نمرة اتنين. بعلم نمرة اتنين إنه ينتبه، يلاحظ زميله وينصت له وينتبه لكلماته ويبقى عنده تذكر لكل كلمة ويستطيع أن يكمل عليه. هل هذه الإجراءات ستحدث من أول مرة؟ طبعا لا.
هل كل الأطفال يقوموا بهذه يعني هذا المستوى اللي بتحدث بيه؟ لا، لكن بالتكرار والتعود على هذا هيحسن الأداء، وعلمته حاجات إزاي ندير هذه الجلسة، إزاي ناخد قرار في المكان ده، طب نيجي نقول حاجة إزاي نعملها، طب أنت وجهة نظرك إيه، رأيك إيه، نخطط لها إزاي، طب هناخدها في قد إيه وقت، طب مين اللي هيقوم بده، أبدأ أوزع، خططت وحطيت البنود، أدي لكل واحد مسؤولية، وكل واحد هيقوم بإيه، وكلنا هنتعاون في هذا العمل. بيفرحوا جدا، لأنك دي ثقة بتديها له، بتمنحيه ثقة، بتمنحيه دور هيحقق بيه أو يقوم بأداء فعلي. فطبعا تجديه مهتم. حتى الطفل اللي هو ما عندوش استعداد بيبص لغيره، بيتعلم من غيره، وبيغير نقول ممكن قوي تبقى فيها غيرة شوية أو تقليد، يقلد أي شيء مهاري بيلاحظه بيقلده، وهنا بعتني قوي بالتقليد، وبعدين بعد التقليد يبدأ يجرب، يضع على ما رآه من تقليد من حاجة، يضع خبرته الشخصية فيجربها، إن نجحت يكررها حتى يصل إلى الممارسة السليمة. بالممارسة المتكررة الناجحة هيجد نفسه إن هو هذه الممارسة حينما تنجح وصل إلى إتقان، وصل إلى الشيء الجيد، حقق فعلا جودة في الأداء، ثم اختزل الوقت فبقى وقته قليل، الزمن قليل، فهنا وصل للإتقان، لا ده كمان الإبداع، يجي يضيف عليها خطوات أخرى مبدعة تديله زيادة في شكل أداء الحركة. فإذا أنا هنا بديله هذه الفرص، أديله إزاي يقلد، إزاي كذا، إزاي كل المراحل دي. المعلمة أيضا ده دورها، يبقى هنا خططنا ونظمنا وزعنا أدوار. هل الطفل قائد؟ أعلمه القيادة من سوى الصغر، أعوده عليها، أخليه يمارسها، ممكن، لكن أنا وأنا بديله السلطة دي إنه هو قائد لابد أن أعلمه أن يكون تابعا. فمرة يقود الجماعة ويبقى له فعلا شخصية هنا قيادية، وأعوده مرة أخرى أن يكون تابعا ويطيع القائد اللي هياخد الدور بتاعه، عشان هنا ما يبقاش فيه أنانية، أو هو دائما يحصل على الدور الكبير اللي هو دائما أنا قائد، لا، القيادة والتبعية. والمعلمة هنا أيضا تديله مسؤوليات في القيادة، وتيجي يقول طب انت عملت ايه معاهم، اشتركوا معاك، اقعد معاهم عشان تعرف كذا وكذا. ده بعلمه ازاي يسمع الاخر، ازاي يتواصل معاه اقرانه بطريقة مهذبة، اوصل له مجموعة، احنا طبعا القيمة بتتكون في مراحل كثيرة حتى تترسخ عند الطفل وتبقى قيمة، فانا اعوده عليها عادة، ثم يبقى عنده ميل لها، اتجاهه نحوها تترسخ وتكون قيمة، زي الأمانة، الصدق، التعاون، الاحترام، حب الـ يعني حب الآخرين زي ما أحب النفس أحب الغيري، أعطف على الصغير، أعطف على، أرحم الحيوان، أكون له مأذيهوش، الحاجات دي كلها القيم دي. النهاردة إحنا التعاون، استكمال، يعني نفسي أرى المعلمة ترجع التقاليد القديمة اللي احنا كنا اتعودنا عليها. احنا بنجد في كلمات دخلت جديدة حلت محل هذه الخلق أو القيم أو العادات السليمة، فأرجو ان احنا نعتني بيها، وهي بتبقى في البداية زي ما قلت عادة يميل لها الطفل، اتجاهه نحوها يكون بيعظمه فترة عن أخرى فتترسخ عنه. لو تعود على الصدق لا يكذب أبدا، على الأمانة، على الإخلاص في عمله، يراعي ربنا، كلمات بسيطة جدا، ولكن الطفل هنا بتترسخ في عقله وفي كيانه
وتبقى معه حتى الكبر. المعلمة هي التي تدور، تقوم بتدوير عناصر العملية التعليمية، ومحور ارتكازها هو المتعلم. فإذا كانت المعلمة تستعين بمنهج ناجح يحقق أهدافها وتعد له الإعداد السليم وتختار له الوقت الذي يناسبه وتعطي حق كل جزء على حدة وتختار له الاستراتيجية المناسبة لتنفيذه وتراعي الفروق الفردية وتستخدم كل الإمكانات المادية المتاحة لها ويكون عندها من الخبرات أنها تعد وتنوع وتصنف وتجدد الخبرات اليومية، أعتقد أن ده هيحقق لها نجاحات وهيكون ده واضح ليها في مخرجات التعلم التي تجد مؤشراتها اللي هي وضعتها، هتجد أنها بتتحقق أمامها وتستطيع عند عملية التقويم تجد كل ده اتحقق. وإذا وقعت في بعض الأخطاء زي ما قلت لازم تضع خطة تنموية لهذه السلبيات في المرات الأخرى. المعلمة زي ما بقول هي بتقوم بتدوير العناصر، يعني هي فعلا اللي بتقول إمكاناتها المادية كيفية توظيف، وتبدأ بعناصرها المختلفة وتعدادها السليم. أعتقد حينما تكون المعلمة دورها في هذا المجال ستكون معلمة ناجحة إن شاء الله، وأرجو أن أنت تعتني بهذا الدور القيادي التربوي الإداري، لأن المعلمة مديرة بتنظم بيئة التعلم، تخطط لها التخطيط السليم، هي القائدة الديمقراطية الناجحة لأدائها، هي المتعاونة ومتقاربة ومتواصلة مع المتعلمين داخل القاعة وخارجها، ويمكن حقف شوية عند خارج الأنشطة الخارج القاعة. تحدثنا عن كل الأنشطة داخل قاعة النشاط، وتوجد مجموعة من الأنشطة خارج القاعة ولكنها داخل الروضة، زي النشاط الحركي في ساحة نشاط، الإنبات في حديقة الروضة، حجرة الكمبيوتر لو في معمل بتخرج له، المكتبة لو كانت بتخرج يوم في مكتبة الكبيرة بتاعت الروضة، كل دي أنشطة خارج قاعة النشاط ولكنها داخل الروضة. ولكن حتى نستكمل الخبرات المتكاملة والتنمية الشاملة للطفل اللي احنا تحدثنا عنها، هي اللي انا بتكلم فيه هي خارج الروضة، خارج سور الروضة، أنشطة في الميدان بقى في المجتمع. طفلي يرى فقد الشيء لا يعطيه. أنا يا معلمة لابد أن أكون زرت وشفت أماكن تفيد الأطفال أقدر أخذهم لها، يعني في رحلات في زيارات طبعا لها شكل معين، أحدد المكان أكون أنا زرته أكون رحته، أتحدث عن هذا المكان مع الأطفال داخل قاعة النشاط وأديهم فكرة عنه، ثم أقوم بأعمال إدارية بيني وبين المديرة وبيني وبين أسر الأطفال لتجهيز اليوم والساعة والإشراف، وإذا كان في رسوم بتوضع بتبقى واضح كل الأمور وكشوف موزعة ومين الإشراف معايا وإمتى هنروح وإمتى هنرجع، كل ده بيبقى واضح، ودي قبل الزيارة. أثناء الزيارة مخططة للزيارة تخطيط علمي وأدائي وزمني وكل خطوة ومين اللي هيرشدني وحنقول إيه وإيه اللي هروح أشوفه، هل هو مناسب لي إيه، تهريج وصوت وحنلعب وكذا، حاجة ترفيهية، حاجة علمية حنستمع ونكون واعيين وما نعملش أصوات ووعي الأطفال قبل ما يجي ليها، كل هذا شفته قبلها وضبطه معاهم، فأثناء الزيارة تكون ماشية بالمسار اللي أنا حددته معاها. يأتي في النهاية بعد ما أديت الزيارة وبعد العودة بشوف
اقول انا عملت ايه، ايه الانشطه اللي اطبقها، ايه أخو اشوف الاطفال مدى استفادتهم، نسال في اللي شفناه، في اسئله جديده من الاطفال عن حاجات شافوها يسالوني عليها، فتبقى تباعا. الاماكن دي موجوده في بلدنا كثيرا ولا بد من زيارتها في المجتمع. طبعا الاطفال ما اقدرش اخدهم اماكن بعيده، ما اقدرش اقول خديهم الاقصر واسوان شوفي المعابد والاثار، وده دي طبعا رحله شقه لطفل روضه، ولكني انا بقول حتى ولو الاماكن المحيطه به دور عباده ولكن لها تاريخ، في كنيسه مشهوره لها تاريخ يعني عريق، اتكلم عنها يزوروها يشوفوا فيها اشياء كثيره اتحدث عنهم عنها فيها، ده شيء اثر موجود داخل البلد عندي في مجتمعي. جامع ايضا له تاريخ من زمن، له نقوش وله كذا، له مكانه اعرف معلومات عنه. لو انا اتحدثت عنه وانا جوه القاعه وجدتهم صور واخدتهم زياره لي، ستكون اكثر عطاء ليهم ومتعه. اعمل رحله نهريه امنه بوسائل امنه معترف بيها بكثافة أطفال في داخلها بعدد مناسب بإشراف جيد جدا، النيل وما حوله، وحنروح أماكن ونشوف، ممكن نشوف أماكن أثرية أيضا في مكان بعيد لكن عن طريق هذه الزيارة. أشياء كثيرة، متاحف موجودة عندنا من المتاحف الكثيرة في موجودة حولنا، ويمكن إلا أنت يا معلمة شفتيها، وبالتالي الأطفال محرومين منه، والأسر يمكن برضو ما عندهاش وعي بهذا. أختار بعضها وأقدر أوصل المعرفة عن قرب وزيارتها. برج الجزيرة اللي الأطفال شايفاه حاجة طويلة كده كبيرة بعيدة، ليه ما نعملوش زيارة وأشوف القاهرة الكبرى كلها من خلال فوق طبعا في الأدوار العليا وتفاصيلها طبعا واضحة لينا كلنا. يبقى أنا عندي زي ممكن رحلة ترفيهية، حديقة، طبعا إحنا عندنا حديقة الحيوانات دي مسلم بيها، أي نعم الطفل بيشوف الحيوان على الطبيعة، بيشوف حاجات ما يقدرش يتخيلها، يعني ما تيجي تحكي قصة وفيها القنفذ ده غريب شوية على الطفل، يشوف له صورة، لو راح حديقة الحيوان وشافه على الطبيعة إزاي بيستخبى راسه داخل جسمه الكرة السوداء دي، ازاي بيتخرج راسه ويأكل، الحاجز بتاعه بيعمل له ايه عشان يخرج وياكل، بيتحرك حركته ده، وجميع الحيوانات الموجودة والطيور وإلى آخره. رحلة ترفيهية، هيلعب الكرة والحبل ويغني، وده لديها شكل تاني وأماكنها. سينما، فيلم سينمائي للأطفال هيضيف له معرفة ومعلومات وأخده يوم خارج الروضة، ودي بتبقى بنفس النظام. مسرحية أطفال ناخدهم مسرح، ويبقى مسرح الطفل في الفترة النهارية، ده كلها حاجات، لكن أراعي الأمن والسلامة والتخطيط الجيد لهذه الزيارات بطريقة جادة وحرص شامل، لأن الطفل أمانة في إيدي، ما يعني يخرج من الروضة ويرجع لها ما يمسوش أي شيء ضار، ولكنه يزداد معرفة ويزداد معلومات ويزداد فكر، ومن هنا الطفل يحب بلده ويبقى عارف ومنتمي لهذا البلد اللي هو فيه وفخور ببلده فيها وفيها، وحينما يتحدث بلدي فيها كذا وكذا، دي شيء يفتخر به، وده لما يكبر يتعود على هذه الرحلات وعلى المعرفة، ويتفقد كل الأماكن اللي بلده ما يسيبهاش، وتبقى حاجة نافعة. وممكن أيضا ناخدهم نادي يمارسوا رياضات مختلفة، جري في ملاعب كبيرة، يلعب أنواع من أنواع الكرة بأشكالها، سلة، طايرة، قدم، في سباحة، ممكن حمام سباحة واخدهم يوم، وبرضو
تحت معرفة الأهالي ومدربين في هذا المكان، يبقى يوم ترفيهي لكنه رياضي يكسبهم، أشجعه على الرياضة، العناية بالرياضة اليومية من تمرينات ومن ممارسة رياضة في أندية ومراكز شباب، وعندنا في هذا متسع وموجود ومتاح للأطفال والكبار، وفي برامج مختلفة أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية تلائم كل الأعمار. شكرا، وإلى لقاء في محاضرة أخرى إن شاء الله.